كيفاش التلفون دو تاعك يخرج لك بارفي مهما كان النوع تاعو؟ بكل بساطه هنا ما راني دايره ولا فلتر باش تشوفوا النتيجه، راني دايره فاونديشن برك. ما عليكم غير تبعوا اربع خطوات بسيطه البنات. الخطوه الاولى اللي هي لو غوماج ولا تقشير البشره. قشروا البشره تاعكم كل سمانه، لازم مره كل اسبوع ديروا لو غوماج. الخطوه الثانيه اللي هي الترطيب، رطبي البشره تاعك كل يوم صباح وعشيه، كل يوم صباح وعشيه خاصه في فصل الشتاء. الخطوه الثالثه اللي هي قبل ما ديري الفوندو تان لازم لك ديري كريم هيدراتونت، يعني ترطبي البشره تاعك اي كريم هيدراتونت اللي عندك. انا شخصيا نستخدم هذه تاع سنوناس، على بالي كامل البنات يديروها للجسم تاعهم، صح انا تخرج لي على وجهي. الخطوه الاخيره والمهمه جدا اللي هي استخدام البيوتي بلندر. البيوتي بلندر لازم يكون نقي باش ما ينوض لكمش الحب في وجهكم، ويكون مشمخ ومعصور مليح مليح، وتبلندي بيان، يعني خذي وقتك باش النتيجه تكون رائعه. ما تنساوش تبعوني في الانستغرام الينا ميغرام نفس اسم التيك توك.